أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر كلا من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لحضور الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين بفندق الريتز كارلتون، وذلك بمناسبة العيد الوطني والذكرى 64 لثورة يوليو 52. هذا وقد نقل الوزيران تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وتمنيات سموه للدولة الشقيقة بمزيد من النهضة والازدهار. وأكد عمق ومتانة علاقات الأخوة التاريخية التي تربط بين البحرين ومصر وما يجمع بين البلدين من أواصر للتعاون المتميز في مختلف المجالات، ونوه إلى أهمية الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة في دعم التعاون العربي بما تشكله مصر من ثقل عربي وإقليمي كبير، مؤكدين حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبها عربت سعادة السفيرة سهى إبراهيم الفار سفيرة جمهورية مصر العربية عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية بكل ما يعزز علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدة اهتمام مصر بتطوير جوانب التعاون الثنائي مع البحرين في شتى القطاعات، مشيدة بما تشهده المملكة من نهضة وتطور على كافة المستويات. ده العيد الوطني بتاعنا، وأنا سعيدة أن كل المسؤولين وعدد كبير من الشعب البحريني شاركنا فيه، وإحنا اعتدنا على ده من البحرين، أن في كل المناسبات البحرين مع مصر الحكومة ومع مصر الشعب، وإحنا بنشكرهم على ده. حاجة بتسعدني وبتحملني مسؤولية كبيرة قوي إن جلالة الملك والسيد الرئيس بيتصلوا مع بعض دوريا بشكل مستمر عشان يتأكدوا ان الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها فعلا بيتم تنفيذها وبيتم تفعيلها، وده بيحط علينا مسؤولية كبيرة انما ان شاء الله هنبقى قدها، لان في رغبة قوية من الطرفين ان احنا ندعم العلاقات وان احنا ننهض بها الى اعلى المستويات. يسعدنا ان نتقدم بأطيب التبريكات للشعب المصري الشقيق، ونحن في مملكة البحرين نسعى دائما إلى تقوية وتطوير العلاقات مع مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات. وسعدنا خلال زيارة سيدي جلالة الملك المفدى إلى جمهورية مصر مؤخرا على توقيع 21 مذكرة تفاهم واتفاقيات في شتى المجالات، ونسعى أن نرى هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم تدخل حيز النفاذ من خلال التصديق عليها عبر القنوات الدستورية في البحرين.